اسكتي، طبت عليهم زي القضم مستعجل، بقوا واقفين يا اختي من كسوفهم يشروا عرق، ما سبتهمش الا ما فرفروا في ايدي زي الفرخه المذبوحه. شاطره يا اختي جدعه، اهو كده انا احب الستات الرجاله، اهي كده الجدعانه والا فلا. ما تخافيش علي، داني رئيفه بنت ابو عبد المعطي اللي كان ياكل اللحمه نيه غرش الزمن. ايوه يا حبيبتي، باين عليكوا بتاكلوا كل حاجه نيه، اسم الله عليكي. اهو انت كده شاطره، خليكي ورزيكوا وامشي في المزازيكوا. بقول لك ايه يا رئيفه، اخطف رجلي 10 دقايق بس اروح اجيب لك زيكو واجي. لا بالراحه عليا يا حبيبتي بالراحه، انا لسه ما فقتش من ال 150 قهيه في اللي لسه لفاهم اولت امبارح، استني عليا كده بالهداوي اما ارتاح منهم. وماله يا اختي، ارتاحي على الاخر، براحتك براحتك، عمري ما هكلمك ولا اقول لك حاجه على الاخر. وريني كده يا اختي الغويشه الحلوه دي جايباها منين؟ دي غوشتي انا يا اختي، اه دي كانت واحده قريبتي جابتها لي من السعوديه، وزي ما انتي راسيه بقى الحاجات دي بتبقى رخيصه قوي في السعوديه. محروزه عليكي يا حبيبتي، سبع بركات وحدتي. اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي، ما تغلاش عليك. لا يعني اصل كنت بشبه عليها، اصل كان عندي واحده كده شبهها طبق الاصل، مش عارفه اديتها لمين، اديتها لمين، باين اديتها للوليه، الوليه الهجصه دي اللي كانت معاها نوبايل، الوليه اللي اسمها مرجاني. ايوه مرجانه، جايز يا اختي برضو. هو انت كنت اديتيها لها امتى؟ ايوه ده شيء وراح لحاله. على عموم يا اختي، يخلق من الشبه 40، ولا يعني انت عايزه تقولي حاجه ولا تقصدي حاجه؟ لا بقول ولا بعيد يا اختي، انا بس لما شفتها في ايدك فكرتني بالوليه المسعوره الهباشه ام نوبايل. ايوه يلا كل شيء راح لحاله، ايه فوتك بعافيه. الله يعافيك يا اختي، ما لسه بدري. بدري من عمرك يا حبيبتي. شرفتيني وانستيني يا اختي، الهي ما تحرم منك ولا من دخلتك علي. اشوف وشك بخير. انت من اهل الغير، انا غلطت ولا ايه؟ يا ريتني ما لبستها. الوليه يا اخويا اللي ما تختشيش على دمي، قال ايه؟ لابسه الغويشه اللي انا شارياها بايدي، قال وعماله تتبرق بيها قدام عينيا، لا ذوق ولا خشي. ما هي ما كانتش عارفه يا خالي انك هتطبي عليه، ولا كانتش تعرف ان الغويشه دي بتاعتي. ايوه ما كانتش تعرف ان انا اديتها هديه لمرجانه في السر. ايوه عشان كده اشتريتها منها وهي ما تعرفش انها بتاعتي. استني بقى يا خاله، في كلمه حزقاني وعايز اقول لك عليه. قول لي يا سي محمد. ايه؟ الست دي يا خاله ما اشتريتش الغويشه من مرجانه، لا دي خدتها منها اجره ما جابتك ليه. ايه ايه انت شايف كده يا سي محمد؟ اسمعي يا مرات خالي، دي كوبانية كلهم بيتفقوا عليكي، دي الدحلبت من هنا ودي الجرجرك، وفي الاخر يقسموا الغنيمة على بعض. ايوه يا اخويا وحياة النبي انت صح، دي كوبانية عصابة. وبتاعت الكوتشينة يا خالي، بتاعت الكوتشينة دي زيها زيهم. ايه ايه رخرة؟ طبعا يا خالي، ما انت بتقولي لهم كل حاجة كل حاجة بياخدوها من بقك، وبعد كده يقولوا لك الكوتشينة. هي الكوتشينة بتتكلم يا خالي عشان تتزرزري وتروحي رايحة على المكتب وترضى البنيه اللي شايلة شغل المكتب على دماغها، وبعد كده يبقى المكتب من غير سكرتيرة. ها ايه رأيك بقى؟ ايوه يا اخويا ايش قلتك؟ أنا اللي غلطانة من ساس الراسي؟ ايوه اللي تعقلي بعد عنك، قعدت اسمع لهم ودودولي في وداني ودودولي في وداني، لما خلوا الدم يطق في نافوخي وفي عروقي بقيت اقول يا شر شطر يا مين يحكمني على البت ليزا دهي، اقطم زمره رقبتها. هما كده يا خالي، ركزي معايا واوعي الكلام اللي انا بقوله لك، هما عاوزين ده يخبط في دي وده يموت في دي وفي الاخر يخربوه ويقعدوا على تليه. بنتي القديمه، قال تقول لي سلطان البحر الأعظم عاوز غويشي، قال والقى الغويشة في إيد بسيمي. لا ورحمة أبويا أبو عبد المعطي أبدا ما هسيبها له، لا هسلتها من دراعه وهاخدها منها تاني بنتي القديمة. صباح الخير يا عسل. نعم الأستاذ عبد الودود موجود؟ نقول له مين حضرتك؟ قولي له العسل. أفندم ويطلع إيه بقى العسل ده إن شاء الله؟ محسوبك ناصح أمين، شهرتي العسل. إيه أول مرة تشوفي عسل ولا إيه؟ لا في الحقيقة شفت عسل كتير، بس التاني بقى بيبقى في بلاليس.
حلوة منك، أو أنا عسل بس ببناطيل. خلاص قولي له ناصح أمين بس. بخصوص إيه يا فندم؟ بخصوص اللي هو عارفه وإنتي عارفاه وأنا كمان عارفه، وبلاش نفسر أكتر من كده، خليها بالمستغط يا عسل. يعني مفيش تفاصيل؟ التفاصيل بالبريد إن شاء الله. التفاصيل كلها هتبقى على الترابيزة، آخر ظبط وآخر تمام. لحظة واحدة يا بابو، قولي رايح لفين وجاي منين؟ يطلع مين بسلامته ده؟ والله ما اعرفش، بس هو بصراحة شكله كده باين عليه مش ولا بد، بس احتمال يبقى عايزك في حاجة مهمة. مهمة؟ زي ايه يعني؟ علمي علمك، على العموم احنا مش خسرانين حاجة، اقعد معاه وشوفه هيقول لك ايه. على رأيك احنا هنخسر ايه؟ ابعتيلي الشيشة، دماغي دخنت. شيشة؟ ايوه شيشة. اوام استر يا رب. يا بابور قولي انت يا بتاع البابور. اتفضل خش للحاج، بس يكون في علمك هما كلمتين ورد غطاهم، الحاج مش فضيلك. ما تقلقيش يا عسل، هما كلمتين كده في رغيف واديله. عن إذنك يا عسل. ولسه يا ما هنشوف من الأشكال دي. أهلا وسهلا، تفضل يا أستاذ. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على كامل النور. إيه يا راجل النور اللي أنت فيه ده؟ وإيه أصله ده؟ هيخطب يا نعم. مش تقول لي تفضل الأول. تفضل تفضل دردارك. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. بن غامق سكر على الريحة وحياة والدك. سكر غامق بن على الريحة. سكر غامق بن على الريحة. الله، هو كله حلو، كل اللي يجي من سعادتك حلو. يا نعم نعم الله على حضرتك، محسوبك ناصح امين. ناصح امين بالجودة يا سيدي. اهلا وسهلا. نعم اهلا بسعادتك، انا جاي لك في خدمه شخصيه، لو عرفتها هتقوم من على كرسيك وتاخدني بالحضن، ده قليل ان ما فقعتني 200 بوسه. فقعتك؟ وافقعك ليه لمؤاخذه؟ ايه المناسبه؟ بمناسبه ان انا راجل خدوم، احب اخدم الناس العسل اللي زي سعادتك، وبكرس حياتي كلها لخدمه الناس. بتكرس؟ انت من اللي بيكرس؟ يا اهلا وسهلا، ربنا يقدرك دايما على فعل الخير. خش. متشكر بقى يا سيدي، ما تسالنيش انا بشتغل ايه ولا جاي لك منين ولا ايه علاقتي بالموضوع اللي انا جاي لك فيه، المهم انك تخلص مصلحتك الشخصيه وترضيني وراضيك وشيك هندس وكل واحد يروح لحاله. وبعدين بقى في يومنا يا سيدي خش في هات بهريز الكلام. ما انا بخش في الموضوع اهو. الطاهن يا ابني. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، اشرب. شكرا. بقى انا بطريقه ما، وما تسالنيش ايه هي الطريقه ما دي. انا سال، انا مليس عامك، انا ما بسالكش. كويس، استطعت الحصول على محضر التحقيق اللي عملوه معاك اخواننا بتوع امن الدوله؟ ايوه ده اللي هو بتاع ال ايوه اللي هو بتاع ال حلو ده. قلت يا واد يا ناصح، على رأي المثل، يا بخت من نفع واستنفع، الرجل المسكين اللي هو سعادتك. اللي هوني. ذنبه ايه الرجل ده يتاخد في نيابة ومحاكم وبليس، وهو رجل صالح وصاحب عيال. صاحب عيال؟ بس انا لمؤاخذة ما عنديش عيال. يا رجل بشرت خيل، ربنا يرزقك كده بدستة عيال، صبيان على بنات، تشكيلة يعني. ربنا يكرمك. بقى انا من حقي من جمعنا في الصدفه ده اللي من غير ميعاد وانا قاعد في مكتبي بستنشق لفاف التبخ. لفاف؟ ايوه سجاير لف يعني. ايوه سيجاره لف، وبضرب عيني على مكتبي التقي لك ايه. ايوه لقيت ايه؟
الدوسيه بتاع سعادتك بالكامل واوراق المحضر والجرد والاوراق اللي بالك فيها، حتى كمان كان فيه ساعه ذهب وقلم حبر ماركه اللهم صل على النبي يا واد يا ناصح. قلت يا واد يا ناصح في عقلي بالي، انت لا استلمت الدوسيه ولا مضيت على اي وصل باستلامه ولا في اي دليل مادي يدينك انه وقع تحت ايديك. فيها ايه لو جمدت قلبك وخدت الدوسيه تحت باطك وطلعت على صاحب الشأن عدل؟ صاحب الشأن اللي هو انا يعني. تمام سعادتك، بيني وبينك الفكرة خيشت في نفوخي، رحت واخد الدوسيه تحت باطي وطلع على سعادتك حتف، والدوسيه اهو في اوراق الجرد واوراق المحضر والدليل المادي على إدانة سعادتك. فتحت مخك معايا وجيت عدل كان بها، استغبيت وقفلت، يبقى خير كان جايلك وطار منك. بس انت دوخت دماغي، دماغي ضربت من. ممكن اسأل حضرتك كم سؤال كده؟ من حقك تسأل، ده موضوع كبير ولازم تتأكد منه وتتأكد ان هي عملية نظيفة خالية من اي اوانطة، عشان لما تدفع قرش تبقى عارف هو رايح فين. هي فيها دفع؟ امال انا جاي علشان سواد عيون سعادتك. ايوه صح كده. نخش دغري، ها حاكم اللي يتكسف من بنت عمه ما يجيبش منها رجال. صح تمام يا حاج، انا احب الراجل الدغري واحب معاملتي تكون دغري ديركت. يعني ديركت واني كمان ديركت؟ انا بحبش الكلام المتزوق بعد عنك ده. ها انا بس يهمني ايه اللي يخليني اضمن ان الورق اللي معاك ده هو الاصل. اتفضل سعادتك يا حاج، اتاكد اذا كان هو الاصل ولا لا. طب تسمح الورق ده لو سمحت. الورق ده انا اضمن منين ان مفيش نسخه تانية عند اخواننا اللي ما يتسموش؟ اسم الله عليك يا حاج، انت سيد العارفين، عارف ان الورق ده ما يطلعش منه اي صور، لازم الاصل واللي عليه الختم كمان ولا ما بقالوش اي قيمه. يعني اني لو خدت الورق ده وحرقته بجاز يبقى الموضوع التاوه بقى في السفلكه؟ بقى في السفلكه واختفت اثاره، ومفيش جنس مخلوق يقدر يفتح بقه معاك بنص كلمه. انت واثق من الكلام ده؟ الا واثق يا حاج، الموضوع ده عملناه زيادة عن 10-15 مرة واتطرمخ عليه واتكافع على الخبر مجهول. ومن حيث الأوراق، الأوراق سليمة زي ما يكون. اهدئ الورقة المخفية على عينها اللي كنت بتعلم فيها الألماني اهي. الورق ده فعلا مية مية. عيب يا حاج عيب، الراجل اللي قدامك ده قد كلمته. تصدق بالله العظيم لو علقولي المشنقه ونزلوا ضرب فيا بالكرابيج ليل ونهار مش ممكن افتح بقي بجنس كلمه واحده تجيبك لا في سين ولا في جيم ولا في نون حتى. الله يكرمك يا انت قلت لي اسمك ايه؟ محسوبك ناصح، ناصح الامين. إيه؟ وشهرتي العسل. العسل العسل النحل. عسل نحل عسل اسود. سيبنا من الكلام الملزق ده وقول هتدفع كام. ندفع طيب جينا بقى للكلام. شوف انت عايز تاخد كام في البيعه دي؟ الشغلانه دي كلها على بعضها؟ امال على ربعها؟ ما هي شغلانه مع اولها من اخرها. هتقول لي هتاخد حقك؟ سلام عليكم. عليكم السلام. شوف يا سيدي انا هدفع لده كام واسد بق ده كام واسكت ده. هاخد 10 بواكي. نعم 10 ايه؟ 10 بواكي. مالك يا حاج تشنكت كده ليه؟ ما بين البيع والشراء افتح الله. جريه ابره دواه سنصحي احنا. ناصح يا حاج ناصح، وبعدين دي اخر هداوه عندي وانا خلق ضيق وما بحبش التفعيص في الشغل. يا عم بالراحه علينا، هي بالسكين وعلى راي المثل القفه ام ودنين يشيلوها اتنين. مش فاهم. وبعدين بقى على راي المثل ننصص. فاهم يعني ايه ننص؟ انت النص وانا النص. اخد 5 بواكي اعمل بيهم ايه؟ اسد بقي ده ازاي واسكت ده ازاي ويصفصف لي انا ايه في الاخر؟ يا سيدي انت بس سد لبقى
انما انت ان ما فقعتك هديه تحلف بيها طول عمرك ما بقاش اني عب ودود محسن. ما هو يا حاج ربنا يعفوه بالعقل يا اخي. خلاص بقى، ده انا لو بشحتها منك كنت هودتني. والعيش والملح ما ينفع. عيش وملح؟ انت خدت عندنا عيش ولا ما؟ انت قهوه بن على الريحه. خلاص يا حاج موافق، الورق بتاعك عندك والف الف مبروك. الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي ال 5000 جنيه مبروكين عليك يا سماصح. ناصح ناصح الامين يا حاج. الامين يا حاج، ادي انت قلتها، مش هتلاقي لازدق ولا امن مني يا حاج. ايوه مبروكين عليك، تدوبهم في عرق العافيه جنيه ينطع جنيه. يا حاج انت عينك فيهم ولا ايه؟ ايوه يعني بنندحك معاك يا رب. يلا طب يا حاج نقول لك سلام. لا يا ده كلام، ده ناكل لقمه واجب، ناكل في الافراح ان شاء الله يا راجل، عيب كده. طيب ابقى مر علينا، ها بس مش كل مره بخمسايه. ما بلاش مر دي يا حاج، خليها حلو. يا عسل انت يا عسل. ايوه يا عسل انت يا سلام سلام. على السلامه يا عسل. سلام يا قشطه بالعسل. تصدقي بالله العظيم الراجل اللي انت بتشتغلي معاه ده ابن حلال مصفي، والست والدته ده عياله. سلام يا عسل. ايه الفلوس اللي معاه دي؟ في داهيه ال 5000 جنيه بس اتفكت الكربه. يا سلام يا منت كريم يا رب. يا ما انا اعمل فرح نجيب رقاصة. يا ليزة انت يا ليزة تعالي لي حالا. اذا ظلني من يومي يا بنت يا ام الدبل ازرق. خير يا استاذ عبد الودود؟ في ايه؟ اي سوبر ماركت ابعتي حد يجيب شربات ورد وشربات خوخ ومو جميع انواع الشربطات اللي في الدنيا. طب مش تفرحني الاول؟ كيد العنزالني من يومي. مش تفهمني ايه اللي حصل بس؟ يا جيتي وقتك يا ابن اختي. الله ايه ده، خلي بيرقص سبحان مغير الاحوال. اسكت يا دس عشان تعرف ان خالك ده ابن حنت ويلعب بالبيضة والحجر. اني اعرف ان انت بتلعب بالبيضة والفرخ. عارف يا دي اللي شط وجت في التمانيات؟ عارف اللي خنق ومسح وخد خانة؟ ايوه الخانه دي في الطاولة. اهو خالك بقى اللي كسح ومسح وخد خانة. ربنا ينصرك يا خالي على الاعداء وكل الناس اللي انت. تعرف حضرتك يا استاذ عبد الودود، انا بيتهيألي ان الحكاية دي وراها الراجل اللي اسمه العسل ده. ما اسموش عسل. امال اسمه ايه؟ اسمه الشاهد، اسمه الفتامين المكرر، اسمه ملاك الرحمة اللي جه نشل على حدود من حفرة طلعوا صخ سليم. لا فيه بطحة ولا مطحة. ايوة لا فيه بطحة ولا بطحة. ايوة وقفت التمام. روح هات الشربطات حالا يا سيدي. ما ترسينا يا خال، ما ترسينا يا خال وتقول لي ايه العبارة. يا سلام يا أولاد، سبحانك يا رب يا من أنت كريم. صحيح يا لا الكريم ربنا ما يضيمه أبدا أبدا. الله يخليك يا خال. وبعدين إيه اللي حصل بقى يا خال؟ حصل، فاكر يا هذا المحضر اللي عملوه لي إخواننا بتوع أمن الدولة دول؟ إيوة خال إيوة فاكره. فاكر المستندات اللي قالك حرزناها وعملنا ما عرفش وعملوا لي فيها حكاية؟ إيوة خال فاكر كل حاجة. جاتني ابن الحد عندي. اوريني 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 يا خال اوريني. الله 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 مظبوط يا خال، كل حاجه مظبوطه. طب فين الساعه بقى والقلم؟ الساعه دول ما جابوهمش. ما جابوهم مش مهم يا خال، الحمد لله اللي ربنا كرمنا بالاوراق. الاوراق دي اللي كانت هتوصلنا لحبل المشنقي. مشنقي
بقول لك ايه يا خال؟ ايوه قول يا ابن اختي. الاوراق دي لازم نخلص منها عشان ما يبقاش ليها اثر في المكتب خالص. رايك كده؟ ايوه يا خال، مش ممكن يجوا ويفتشوا المكتب تاني ويلاقوه، نبقى احنا عاملين ايه؟ عاملين احتياطنا، يعني لازم نولع فيها نرميه نخفيه، المهم نتخلص منها والسلام. انت بتقول في معاك كبريت؟ يعني معايا احلى كبريت يا خال، كبريت من غير شطاتي. يبقى ولعها 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 ولعها. خلي بالك خلي بالك احسن النار تمسك في العفش. ما تخافيش ما تخافيش، انا هخش اداري اداه الجريمه دي في الدبليو سي. دبليو ايه؟ اسمه دوره الميه. دوره الميه دوره الميه. يا ساتر يا ساتر يا رب، استر يا رب. الله 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 الله، ايه الدخانه والريحه دي؟ انتوا بتشوا دوره ولا ايه؟ لا لا ابدا، ده مفيش حاجه مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي؟ ده انا اول ما هليت على المكتب وشفت المنظر ده كنت حقل عقلي واتصل بالمطاف. وعلى اي حاجة قلبك ابيض ابيض ولا اخضر؟ لا اسمعي، قولي الحقيقه، انتوا بتحرقوا يعني ورق كده ولا كده ولا مستندات مهمة ولا الريحة من هنا؟ الريحة جاي من هنا، والله الريحة جاي من هنا. ايه في ايه؟ ايه يا محمد؟ ايه يا محمد؟ انت كنت بتحرق ورق جوه في التواليت ولا ايه؟ لا لا لا، اني كنت، وانت مالك اذا كنت بحرق ولا ده مكتبني واحنا عارفين فيه، اني كنت مولع ورقتين عشان اعمل يعني كوباية شاي. مالك؟ متنرفز كده ليه؟ الله، انا بطمن عليك بس مش عاجبك بلاش. ايوه بلاش، انا مش عاجبني بلاش احسن. امسك اعصابك امال. الله، افرط طولك كده وخد بالك من مفاصلك، انت لسه شاب صغير، خد بالك من حكايه المفاصل دي. انت مالك ومال مفاصلي ومالك الله الله الله. بقول لحضرتك ايه؟ اتفضل. الاستاذ عبد الودود مستني حضرتك جوه يا حاج. اتفضل. تحت امرك يا جميل يا طعم انت. اهدي شبه كوز الدوره. اهدي، انت هتشوي كلامك قدامي ولا ايه؟ مالك في ايه؟ انت هتعكسي. ايوه عكس، انا حمار ما عنديش احاسيس. اتفضل يا حاج. مش شايف البنت جميله ازاي؟ اتفضل يا حاج. انت ما تعكساش خالص ومالكش صلاح بيه، وما تسالنيش ده مكتبني احنا عارفين فيه، نشوي دوري نعرق. اما اتصل بمرات خالي عشان اطمنها. لا لا، عشان خاطر انا احسن بعدين تيجي وتعمل لنا مشكله. ايوه يا ليزا، بس يعني يصحى كده ان هو يعكسك قدامي وانت عارفه انني ايوه مظبوط كده. قاعدينك فيكوا شر الجايين. يا راجل اطمن، انا جاي بس اطمن عليك واشقر كده واشوف اخر اخبار الموقف ايه. كل خير، اطمن خير. يعني ما تاخذنيش، ما حدش كده طلبك في سين وجيم من اياهم؟ والله لا حد طلبني ولا احنا روحنا لسه. ما شاء الله ما شاء الله، ازاي الحال؟ ما قلنا لك اغنيها لك. لا ما تغنيهاش يا ولا حاجه. الله 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 الله، مالك في ايه؟ مالك؟ امال ايه حكايه الحريقه اللي جوه في الحمام عندك دي؟ لا ده اسم الله عليك، البوتاجاز خلص، قمنا نولع قفصين نعمل كوبايه شاي. كانون يعني؟ كانون، اسم الله عليك، ما انت راسع اللي فيها اهو. ايوه راسي يا سيدي، راسي راسي يا سيدي. ما انت عندك الاوضه الجوانيه ملهاش لازمه، ما تجيب لك كم لوح طوب كده وجيب لك قرصه من القرص بتاع الفران كده واعمل لك فرن فلاحي جوه عندك في المكتب. اعمل معروف ارحمني. يا عم انا بفرفشك والله، ما اقصد اي نوع من الشر، انا فرفشك ابسطك. كوكو هو الانتاج الدجني. ايوه يا فندم. حاضر، ثانيه واحده هبلغ. ثانيه واحده عبد الودود بيه، ارفع السماعه بعد اذنك يا فندم، الشركه الالمانيه على التليفون. قول لهم مش موجود، مش هاجر طفش. عيب يا راجل. الله، لقمه هنيه جايه لك لغايه عندك تتبطل عليها. قوم كده غز الشيطان، قابلهم داولهم اتكلم معاهم. الله. اتكلم، ماني اتكلمت الماني قبل كده، جرالي ايه؟ تهمه ما يقدرش عليها، قال التخابر مع جهه اجنبيه. يا سلام، نص تجار البلد، نص تجار البلد
بيتاجروا ويصدروا ويستوردهم وكل حاجه مع جهات اجنبيه، ما جاتش اللي عليك انت؟ ما تقول لهم هم، انت بتقول لاني قول لهم هم بس مش بالالماني، اوعى تتكلم الماني. بقول لك يا عبد الودود، اوعى 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 ترطرط معاهم يا عبد الودود، خدهم كده على عينيه، امال اتكلم معاهم اتكلم معاهم وقول لهم بعد اسبوع تعالوا لي تاني او كلموني تاني اكون انا دبرت اموري، وبعد اسبوع يكون حلها الف حلال. ايوه على رايك. الشركة الألماني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا خواجة، ما احنا خلاص تبنا إلى الله ورجع لألماني ولا نيلة ولا قد نخطب ولا قد نرنج. ايوة توبة، عجبك تسمع بالعرب الفصيح؟ أهلا وسهلا. مش عاد هات مترجم يترجم لك. أنا خلاص يا خواجة، أنا خلاص بقيت روحي في منخاري. معناها ايه منخار؟ اسأل حد يترجم لك. خلاص والله ما بقيت عارف راسي من رجلي. انت مش فاهم حق راسي من رجلي وانا هقعد اترجم لك؟ اسمعني بالعربي الفصيح، انا خلاص لا الماني ولا بتاع، انا كل حاجة في حياتي بقيت ما الماني يا راجل يا راجل. ايوة زي ما بقولك كده، بعد اسبوع باذن الله كلمني. والله إيه؟ ان شاء الله باذن الله. أنا بقيت زهقان، نفسي أعيش زي الناس، ما نفسي أروش حياتي. أروش دي على فكرة هندي، مش هتلاقي لها ترجمة. أيوة زي ما بقولك كده، أسبوع بإذن الله كلمني نصطفل مع بعضينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالعربي. زي بعض يا سيدي، نص العمى ولا العمى كله. عمى إيه؟ حتى دي مش عجبك؟ بقولك إيه، ما تأخذنيش، أني مش عاجبني كلامك مع الناس دي. انت بتتكلم معاهم ايه دي؟ وابول زلط، دي ناس رهيفة، ناس اجنبية فافي، عايزة كلام حلو كده، مش تيخ طخ تيخ طخ تيخ طوخ. لا 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 لا، خليك حلو ومهذب معاهم. يا سلام. ايوه يا اخي، مش تيخ طخ تيخ طخ. انت بتتكلم في تليفون ولا بتأزق في ارض في غير؟ والله هو ده ردي، اللي عاجبه عاجبه مش عاجبه في 600 حيط. والله انت حر بقى، وعلى رأي المثل اللي بيشيل قربة مخرومة بتخر عليه. ايوه تخر على دماغ الابعد. واخرتها يا ليزة، واخرتها ايه مع الرجل اللازق جوه دي؟ يا عطلة والسلام، انا مش قادر افهم هو عايز ايه من عبد الودود بيه. هو عاوز ايه؟ هو عاوز طبعا ربنا يعدي اليوم ده على خير. ايه 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 شربات؟ مين اللي بتجوز؟ مين؟ ده شربات الفرحة الكبيرة اللي انا بشرتك بيها في التليفون يا خالد. ايوه ايوه الحمد لله، بحسب لا حول ولا قوة الا بالله. فسح يا اخوي، تعالي لي يا حبيبتي يا حبيبتي يا روح قلبي، تعالي لي. تعال ما تخافيش، ماني بحبك بحب. تعالي خشي بحضني، بس اقصري شوية عشان انت طويلة قوي. يا حلوة زي القمر كده يا اختي، جميلة. اني بحبك اصلا يا غلبانة، واللي في قلبي على لساني. اوعي تكوني زعلانة مني. لا ربنا ما يجيب زعل ابدا يا مدام. الحمد لله. شربات الثاني. ايه شكرا يا اخوي. ايه اوعى معبر بقى كده عن احساساتي ومشاعري. اديها يا خالة اديها. سلام عليك يا مرات خالد، يا عوازل فلفل. ايوه يا عوازل فلفل. ايوه يا عوازل فلفل. ايه ده؟ ايه هولي اللي بتهبي بيه ده؟ روروري ايه؟ روروري الناس اللي حوالينا يقولوا فاتحين مكتب غوازي. روروري انت قلبتيها ايه يا عوازل فرفيرو؟ انت قلبتيها مرسى تيراتيرو؟ يا راجل اسكت ساكت كده، خلينا بعبع. الواحد فرحان كده هو اداني بقالي كام يوم كده، زي ما يكون صدري مقفول وكاتم على صدري حجر تصور. اي والله يا بعبعتي، نفستي اللي جواك. خش بلاش فضايح وجرس، خشي خشي. اتفضلي يا اخي، تعالي يا اخي. يا خالد انت هتعملي ايه؟ ايه يا سيد محمد، انت الدنيا مزنوقه. خشي اللي زي مزعزع كده. انت بتغني معاهم يا عوازل فرفرو؟ فلفلوا يا فندم. وبعدين محمد هو اللي كان بيغني. محمد بيغ. خش خش. حاضر يا خال. خش ده يوم اخبار اللي حضرتك فيه. خش. الله 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 الله،
هو انت هنا يا حاج النمس؟ قال لا ايه يا سي عبد وما قلتليش يعني. اه وبعدها لك يا رئيفه. ايه سيبني سيبني خلينا كده العوازل واكتم على نفسهم يكش يفرفروا. مالك؟ لا ما تخافيش، ما دار 4 مرات ما تخوفش. انا اخاف من المره الواحده بس يطلع فيها لسان الاله. تصدق بالله يا حاج، اني اول محمد افندي ما شد لي تليفون وقال لي على موضوع الملف دي انشلت من على الارض شيء. ايه مالك؟ ما تخافيش، ده 4 مرات ما يخوفوش. مين كان يصدق؟ مين كان يصدق اللي احنا فيه دلوقتي دي؟ الحمد لله. رائفه اكتبي اخرسي اقفلي شنكري. خلاص يا اخي زي ما تتكلم، مالك في ايه؟ خير خير يا استاذ. 4 مرات ما تخوفش. كويس يا ابني اللي جبت لي قهوه. الله يخليك الله يخليك. ايه الحكايه؟ ايه الحكايه؟ اقول يا حاج رائفه قلت لك اقفلي شنكري. يا اخي سيبها يا اخي. يا عم مرات، يا عم مرات، اقول لها تقول تقول تسنكر تسنكر. ايوه يا سي عبدو، انت جوزي حبيبي، تقول لي اسنكر اسنكر ما اقولش حاجه. طب بلاش حكايه الملف، الشربات ده ليه؟ في مناسبه سعيده؟ مناسبة يا عم؟ لا مناسبة ولا مكاسبة، انت هتنسبها لنا وهتأدي حاجة علشان تطري على قلبك. طب انا هقعد كده زي الاطرش في الزفة؟ الله. وبعدين معاك انت بتزغلطي ليه؟ مبسوطة يا اخي، فيها حاجة دي؟ لا مفيهاش حاجة، الله يبسطك يبسطك كمان وكمان. مال مال 4 مرات الحمد لله. في ايه يا ليزا؟ اصل مش عارفه، مش ممكن، ما ينفعش اللي بيحصل. ما ينفعش، مش ما تقولي فيه ايه. طب لحظه واحده يا ليزا. ايه في ايه يا فزوري؟ يا دي المصيبه، يا دي الدهيه يا حاج. مصيبه يا حاج، كارثه. ايه كارثه؟ ايه يا سي محمد افندي؟ سيبت له كبي. طلع ملعوب يا حاج. من مين يعني؟ الجماعه حاجه اللي جم فتشوا الدار هنا المكتب يعني، لا طلعوا بليس ولا دياوله ولا لهم صله ولا قرابه ببتوع امن الدوله. امال طلعوا ايه يعني؟ عصابه لصوص ظرفاء يا حاج، بعتين الفاكس دي. وقايلين ايه في الفاكس ده؟ قايلين يا حاج بكل بجاحه واستهتار وقله حقي تعيش وتاخد غير هي. يا اخص الله يقل قيمتكم. امضاء اللصوص الزرفاء وعصابة القط الاسود. اتاريهم ده واحد اتصل بيا اسمه القط الاسود وطلب نمرة الفاكس. يعني طلعوا حرامية؟ بالظبط يا خال. والراجل الناصح الامين اللي جه لسع مني 5000 ده معاهم بقى؟ اكيد طبعا معاهم يا خال. يا ابني المفتريه يا ابني المفتريه. وسبكها سبكها علي، سقاها لي في كوز وقال ايه؟ انا بحمي الضعفاء والمستضعفين والغلابه. يا ابني القران ده ما كفهوش اللي عمله فيا، جاي يعملها فيا هو اني مالقه في كده؟ يا حومتي 5 بواكي كمان وفوق البيع ايه؟ بقول لك ايه يا ادم السعد، ما تزغرطي كده. انا مش هزغرط، انا هعيط واشق هدومي. فداك 50 باكو يا حاج، زيح وراك خلاص، تعيش وتاخد غيرها، فوتكوا بعافية.
الرابعة. الحمد لله. طب عامل اذنك؟ اتفضلي اتفضلي. وريني هذه الورقة اللي فيها البتاع دي. عايز انهي ورقة فيهم يا حاج؟ يا ابني الورقة اللي فيها الفاكس. فاكس؟ تاكسي ده ايه يا سي عبد الودود؟ تاكسي فاكس فاكس. ايه ده غير التاكس؟ ايوه ده غير ده. نقطينا بسكاتك. اسكتي. وريني هذا محمد الورقة. انهي ورقة يا خال؟ يا ابني ما هي ورقة واحدة بس. لا لا هم اتنين يا خال. يا ابن الناس انت قريت لي فاكس واحد بس. ما هو انت هتمهلي فيها. وريني الورق ده. ما انا قريت لك الاتنين يعني ولخصت لك يعني في بق واحد يعني كل حاجة. لخصت ايه؟ ايه ده؟ اصل يا خال يعني الله ما غزك يا اسطى اقول ايه بس اصل دي قلة ادب وسفاله وبعدين انا ما اقدرش اقول لك يعني مكتوب ايه واتلفظ بده قدامك. ايوه فهمت. اللي هيتشكوا في معاملهم الكلام شتيمه يعني يا سيد محمد افندي حاجه زي كده يا مرات خالي. ايوه تعال خد هنا تعال جنبي تعال فسر لي ايه دي تعيش وتاخد غيرها يا ما ايه دي ما قلت لك بلاش يا خال بلاش يا هلا يا تفسرها بقى تعيش وتاخد غيرها ايه يا مقطف يا خال اللي هو أنا؟ لا مؤاخذة يا خال، ماني قاعد أقول لك من الصبح بلاش يا خال، بلاش يا خال، بلاش يا خال، وأنت تقول لي اقرا اقرا، أنا من رأيي إن إحنا نبلغ البوليس بقى وربنا يكرمنا ونقبض عليهم. وأقول إيه للبوليس؟ أقول إيه للبوليس؟ شوية حرامية نصبوا عليا السيرك وعملوا عليا بوليس واستغفلوني وقشطوني. لا يا خال احنا نروح القسم ونقدم بلاغ هناك بقى فيه الصور الناس المسجونين اللي هم النصابين يمكن ربنا يكرمنا ونقطر عليهم ونستدل عليهم. ايوه احنا بكره الصبح ان شاء الله هتروح طوالي على المركز تبلغ تديلهم اوصافهم وان شاء الله الشرطه هتستدل عليهم تماما. كلكم والسهون اللي لها في الخمس بواكي ديكم. لا ويقول لي ستة ونص واني افتكرت نفسي هدئت واقنعته بالخمسة بس. اصل انت من غير مؤاخذة فلاح سياسي. ايوه وبتوع مصر دول حاوطين يتفات لهم بلاد في عز الظهر الاحمر كده ويعملوا العملة وعينيهم تندب فيها رصاصة. ان شاء الله لما تروح القسم وتبلغ هيقفشوهم واحد واحد ويجيبوا لك فلوسك على داير ميلان باذن واحد احد. يا رب ايه اللي احنا فيه ده؟ واحنا شكلنا للدرجه دي؟ خلي الناس تضحك يمكن الدقه دي عامله حاجه. اعمل ايه يا محمد افندي يا ابني؟ اسمع كلام يا خال اني رايي من راي مرات خالي احنا نروح القسم وباذن الله ربنا هيكرمني. هو ده باذن الله من الفجريه على اسم البوليس وعلى راي اللي بيقولوه الشرطه في خدمه الشعب. حلو قوي. وبعدين ولا قبلين يا بيه؟ هو ده اللي حصل بالظبط بحزافير وجيت عشان ابلغ عنه. ما سالتهمش انتوا منين؟ تبع مين؟ ما حاولتش اشوف كارنيهاتهم؟ لا يا بيه ولما حصل في ناس قالت ان دول شرطه وفعلا كان فيهم واحد مشعلق كام دبوره كده. انا شفته طبعا مش معقول اقول له يعني وريني شخصيه سعادتك. ما تستجريش ليه؟ هو في حد فوق القانون؟ القانون يا استاذ ما فيهوش لا خيار ولا فقوس. تقول لي ظابط مش ظابط من حقك انك تشوف هويته وتطلع كمان على اذن التفتيش الصدر من النيابه. بيقول لك ما فيش خيار ولا فقوس. يا بدأ احنا ناس غلابه على قد حالنا. انا ما نقدرش نقول لواحد كده الكلام اللي حضرتك بتقوله ده. ما هي دي المصيبه يا مين شوي. تمام يا فندم. الجماعه دول جايين يعملوا بلاغ ان اتنصب عليهم. خدهم وافتح لهم محضر وخد اقوالهم واعرض عليهم كمان صور المشبوهين شعبه النصب. اياك تعرفوا على حد منهم. تحت امرك يا فندم. يا ريت حضراتكم بس لو سمحتم تتصدروا معايا. يتصورنا ايه؟ احنا جايين نتصور هنا. لا يا خال الباشي يقصد يعني هيجيب لنا صور المتهمين عشان نبص فيها ونتعرف على يعني نعرف ان دي اللي نصب علينا او اللي مش دي يعني نبص في الصور المشبوهين. ايوه خال اتفضل يا خال. على اذنك يا باشي. يا اختي
يا اختي والله مليئه نفسي لا الكوتشينه ولا الطاوله ولا افتح مندل ولا اقرا فنجان. ايه ده حاسبي على نفسك يا اختي حاسبي ليه؟ انا كنت غصبتك ولا كنت ضربتك على ايدك؟ طب ده انت اللي وقعتي في عرضي وقلتي لي بسيمه شوفي لي حد يقرا لي الفنجان، بسيمه شوفي لي حد يفتح لي المندل. ما تتكلم يا ده انت وهو، مش عايزين تتكلموا، انتوا فاكرين نفسكوا ايه فوق القانون؟ طيب انا هعرف ازاي اخليكم تتكلموا يا شويه غبر. لو فيها اساءه ادب يعني هو انت حضرتك هتاخد اقوالنا حرصان. سؤال ايه يا خال؟ ده يا خال بعد اذن حضرتك، خال اسمه امين. امين؟ ايوه لا مؤاخذه فاتت علي، مؤاخذه امين. امين ايه؟ منبح بح شويه. امين ايه يا حرصان؟ نعم يا اخويا، انت شايفني بلعب قدامك؟ يعني قلت ألحق لا سمح الله. ما انت شايف البلاوي المتلتله اللي قدامي، ثم انت مستعجل ليه؟ وراك ايه يا خي؟ الديوان؟ استنى شويه لما اخلص اللي فيه ده بشوفه حكايتك. ايه على رايك؟ انا ورايا ايه؟ ولا ورايا حاجه. خلاص يا خال اهدى شويه يا خال، اصل الناس اللي زي دي بتبقى عندها يعني حاجات كتابيه يعني خلاص كتيرة. خلاص يا عم مسكت حطيت صرم اديبه بقى. يا شو الشافعي، شو الشافعي، يا شو الشافعي. ايوه يا سياده الامين. خد الجدع ده واللي معاه لحد ما اخلص اللي في ايدي. قدامي خلص. اتفضل يا باشا. قدامي. اتفضل يا باشا. خلص. اتفضل يا خال. خلص ايه؟ في ايه قدامي؟